السلام عليكم، تحياتي يا جماعة، مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل حبايبي. بعرفكم صديقي وحبيبي والصديق اللي قريب مني أوسكار، كلب الجيرمان السبع شهور اللي دايما بتشوفوني وانا بصور حلقات في خارج المكان. طبعا النهارده لقيت والله صديقه العزيز الملك الشخصي لي عميد علينا، راجل محترم. فيديوهات زي ما وعدتكم، على فكرة هو ده الكلب اللي كنت بسرح له. هتشوفوا فيديوهات زي ما وعدتكم صاحبه. انتوا هتشوفوا الكلب طبعا كده كده فيديوهات من هنا وجاي، طالما جاي جاب لي الكلب لما مكان جديد وابتدى ظبط. الحمد لله عشان بتعامل معاه بثقة وبرجولة، والراجل عارف بتاعه رايح فين، مش هينأذي، مفيش أي ضرر عليه. حب إن هو يجيب الكلب، إن أنا أتعامل معاه فترة معينة يعني براحتي خالص، ولما أزهق من الكلب واخلص فيديوهاتي واظبط الكلب واحس ان الكلب مظبوط ويقدر ان هو يستلمه مني، هو جاي كهديه او كنظام محبه بينا، مش تدريب ولا الشغل ده كله. بس بامر الله انا اعمل لكم له حلقات كتير عشان تعرفوا ان انتوا بتتفرجوا عليه. بامر الله اقدر شخصيه محترمه، طبعا انا مديله اوردر شراسه ولسه ما اتعلمش اي اوردرات تانيه. الاوردر اللي انا اشتغلت معاه شهر مع الشراسه، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله الكلب في مكان غريب وواثق من نفسه وواثق من المدرب اللي ماسكه وبيتعامل في اي مكان. انا دلوقتي هعرفكم على اوسكار في فيديو صغير ليه، وبرضه تبقوا شفتوه في فيديو، ويا رب يعجبكم. قول الزين الجديد مع اوسكار بقى ان انا هطبقه على كلمه الاب. تاني حاجه ان هو ما يتعلمش ان هو يفضل يعوص كده الشخصيه اللي داخله قدامه، لا عايزك تزوم مش عايزك تعوص. طب نجرب تاني كده، يلا عبد الرحمن قول الزي. جود باي. زي ما انتم شايفين كل حاجه بتيجي بالطبيعي واحده واحده. الكلب عامل زي المرحلة بقى اللي هنشتغل بيها مع اوسكار بامر الله عشان تبقوا متابعين البروجرام بتاعه معايا. مرحلة اوسكار ايه؟ أول مرحلة إن أنا هديله شوية ثقة كمان في نفسه، إن هو يبقى رجولة أكتر من كده، يعني هلعب له إن هو يهاجم بطريقة منفعل عن كده، إن أنت ما بقتش صغير. وأديله ثقة في العضة أكتر من كده وأقوى من كده، أنتوا لسه ما شفتوش يعني في العضة خالص. بعد كده أما أخلص الحاجتين دول وأحس إن الكلب بقى كلب اجريشن، الحراسات عاليه، اللي هو لو شاف اي حد غريب هيقوم ينفذ معاه. طبعا هو كده لسه ما ابتديناش معاه لف، غير ان احنا بنقول لف يهدى بس ياخد نفسه، انما ما ابتديناش معاه لف في الحراسه. ف لف اهدى ستي اهدى. فبامر الله اقدر اخرج منه باور عالي، اقدر اطلع لكم منه حاجه كويسه. بس نبتدي تشجيع مع الكلب وحضراتكم ازاي لما تكون بتعلم كلب في البدايات ازاي تقدر تشجعه ان هو ما يقلقش من اي كائن داخل عليه مهما كان قدرته. هنا ابراهيم نبدا. جود باي. من هنا الكلب عمل اجريشنال كويس، اجريشنال مظبوط، ببتدي جود باي. يلا ابراهيم اقوى كده، ابراهيم طبعا طول ما انا بقول للكلب جود بوي، انا لحد دلوقتي ما استخدمتش لف تاني، استخدمتها مرتين ثلاثه بالظبط في الفيديو، والحمد لله الكلب بيعمل سد لوحده بالطبيعي. فانا ما اضغطش على الكلب في النف، انا اسيب الكلب ياخد المساحه بتاعته في ان هو يوصل للقدره اللي انا عايزها تنطلق منه تخرج منه. يلا جود باي. ها جود باي، اهدى. جود باي. طبعا اوسكار بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. شفت معاك يا ابراهيم شغل اوسكار كويس، شغل الكلب. طوح معانا يا باشا، يلا قول شغل عادي ما تمسكش العقول. قف كده بقى، قول زي باي،
بوب باي اوسكار، بوب باي، بوب باي. ماشي يا ابراهيم تمام خلاص، بوب باي بوب باي. طبعا بسم الله ما شاء الله الكلب عمل خلاص. اتفضل روح دوت. ها نوف. طبعا بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين الكلب عمل الاجريشن المظبوط اللي انا مستنيه منه بكفاءه وجوده عاليه، واديته برده ثقه في العضه اللي داخل يعضها ايا كانت هي ايه. انتظروا له كل جديد عشان ما اطولش عليكم. بحبكم جدا انتوا اصدقائي واصحابي اللي بشرف بيكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا معانا في قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد. وتحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله.